حل قدق الحين بهذه ترى والله ابشخ الحين وجهك الحين بهذه ها ترى صدق والله بغيت والله حسيت انه تمشخ باقي دقيقه الاعداد يقول باقي دقيقه انت الحق ما تلحق حط لي شيله يا مخلد ايه حط لي شيله يس لان الاربعه نعم باذن الله بيرحلهم ترك الدوس لابراهيم بغيت تكسر نظارتي الله يكسر عظمك استغفر الله العظيم باذن الله تكفى يا تركي ارجوك اضرب بيك الحديد لا لا عطم شو ترى والله قوه لك لا قاسي كذا 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 لا تصير قاسي يا سايل برا انت فرحان صح؟ برا برا وجب اربعه يا اخي جب مسفر مسفر ادخل معهم في ريالتي والله حلوه يا مسفر شو رايك؟ عندك اجتماع كم باقي؟ عندك اجتماع انت؟ دقيقه عندك اجتماع ما بدخل تدخل معهم؟ لا بقول لك شيء تاخذ يمكن المركز الاول انا ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله أنا طالب ربي ان شاء الله ان شاء الله يجون ان شاء الله يا ربي والله العظيم نحن عليكم ليه؟ تكفى يا مسفر ابغى اربعه انت شفت انت قلبك كذا انت شفت يقوى قلبك إيوه. يقوى قلبك إيوه. لا انا ما يقوى شوف اسمع انت يعني اربعه إيه؟ اذا طلعوا الاربعه والله انك تسد عنهم في الريالتي حقك القوي الله يبيض وجهك بيض الشحن فاتمنى يا ابو تركي رحلهم نعم وطلع عمر هدال والرجال في في في, في, في البرنامج كلهم حطهم عندك يعني حطهم عندك هنا مع المتسابقين يحيون الفقره يحيون الفقره اغلق الباب واغلق البيبان الامر جانا ما في يدنا حيله بغينا وجبنا وعذرنا وصحينا والله العظيم ما قصرنا في شيء والاعداد ما قصر ولكن نقول اغلقوا الابواب التحدي اليوم بيكون بيني وبين ساير والعذر السموحه يا جمهور النجوم كلكم والله شيء اي والله اسمع 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 اول حاجه العذر السموحه والله منكم يا جمهور السعد والله احنا سوينا اللي علينا قل لا اله الا الله حق احنا هنا الطبخه صح. تؤجل الى بكره بعد اذنك تكفى عشان ما هي لانه والله حسافه لا لا تحدي بيني وبينك تحدي بيني وبينك لا تحدي بيني وبينك لا يا قلبي البس بس قفازات اسمع 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 البس يا رجال البس قول خلنا نجلس ناكل في قهوه امشي امشي اقول امشي وجه الله اقول والله انت تطبخ يا روح والله انت تطبخ